بس هو يعني متحدد كده من عند المنطقة دي كده وكده. الشعر اللي في المنطقة دي من الجدر عشان ما يطلعش على طول، وده من اكتر الاسئلة المحرجة لينا كبنات، ومنبقاش عارفين نكلم مين ونسأل مين، ومش عارفين في نفس الوقت نعمل ايه. ثلاث اماكن ضروري ان انت تتعاملي معاهم من اول ما يظهر فيهم الشعر ويبتدي يكون ظاهر وواضح. يا دوب هتعملي كده هتلاقي كل الشعر الزايد طلع. ازيكم بنوتاتي حبيباتي عزيزاتي صغيراتي، فيديو جديد. وفيديو النهارده هجاوب فيه على اكتر 10 اسئله محرجه للبنات في سن المراهقه، بنتحرج حتى ان احنا نسالهم لاقرب الناس لينا. فانا النهارده هجاوب على 10 اسئله دول، وعايزاكم تحت في التعليقات تقولوا لي حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله، عشان ناويه الفتره اللي جايه ان انا ادلع بنوتاتي حبيباتي صغيراتي بفيديوز كتير نتكلم فيها في كل المواضيع اللي انتوا تحبوها. يلا خلينا على طول نبتدي. انا هقول السؤال وبعد كده هقول انسب اجابه للسؤال ده في السن اللي انتوا فيه. اول سؤال، امتى اعرف اني بلغت؟ امتى اعرف اني خلاص خلصت مرحله الطفوله وداخله على بدايه وعلى مرحله جديده خالص في حياتي؟ مبدئيا سن المراهقه او سن البلوغ بيبتدي من عمر 9 سنين لحد 13 سنه، ممكن يجيلك قبل كده او بعد كده. طب انا اعرف منين ان كنت بلغت ولا لا؟ في اكتر من علامه بتدل على بلوغ البنت، في حاجات كتير وتغيرات بتحصل في جسمنا بتدل على بلوغ البنت. اول حاجه وهي الدوره الشهريه، تاني حاجه نمو الصدر، تالت حاجه ظهور الشعر الزايد في بعض الاماكن، رابع حاجه ان جسم ممكن يطول او يظهر فيه بعض التغيرات اللي هو بنسميها النمو، يبتدي جسمي ينمو فتلاقي فيه انحناءات مثلا في بعض الاماكن. ده عادي كله بيحصل في سن البلوغ، ودي من اكبر العلامات اللي بتدل على بلوغ البنات. السؤال التاني، امتى ابتدي في ازاله الشعر الزايد من الجسم؟ لما الشعر يكون ظاهر وواضح وفي اماكن معينه، دي لازم يتشال منها الشعر الزايد عشان دي اصلا نظافة شخصية مش موضوع مظهر وخلاص. طبعا الشكل الخارجي والمظهر الخارجي ضروري، انه محدش مثلا يجي يعلق علينا ان انت مش شايلة الشعر الزايد من اماكن معينة وشكلك مش حلو، او انت عامة وانت بتبصي لنفسك في المراية تبقي متضايقة من ظهور الشعر الزايد ده في اماكن، فتحس ان انت متضايقة وان انت مش نظيفة. ده اوكي وتمام، بس في اماكن لازم نشيل منها الشعر الزايد من باب اصلا النظافة الشخصية. ثلاث اماكن ضروري ان انت تتعاملي معاهم من اول ما يظهر فيهم الشعر ويبتدي يكون ظاهر وواضح. اول منطقه هي منطقه البكيني، ثاني منطقه هي منطقه الابط او الاندر ارم، وثالث منطقه وهي منطقه الشنب اللي هي فوق الشفايف على طول مش كامل الوش. ثلاث مناطق دول ضروري ضروري تحافظي على ان هم ما يكونش فيهم ولا شعرايه. السؤال الثالث، ايه افضل طريقه لازاله الشعر الزايد من كل المناطق اللي احنا اتكلمنا عنها دي؟ افضل طريقه لازاله الشعر من كل منطقه هي ان انت تختاري الوسيله المناسبه للمنطقه دي وتستخدميها فيها. يعني ممكن مثلا نستخدم الجسم حاجه، لمنطقه البكيني حاجه تانية، لمنطقه الشنب دي او الشارب دي حاجه ثالثه، لمنطقه الاندر ارم حاجه رابعه. المهم ان انت توصلي لطريقه تكون مريحه سريعه منجزه ومش مؤلمه عشان تستمري على الموضوع ده لحد ما تتعودي عليه ويبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا وبتعمليه بتلقائيه. اول حاجه وهي منطقه البكيني، اتعامل ازاي مع المنطقه دي واشيل منها الشعر ازاي؟ مبدئيا لازم تجيبي مقص وتخلي المقص ده بس مخصص للمكان ده تقص بيه الشعر الزايد قبل ما تشيليه، لان كل ما هتسيبي الشعر يطول هيتقل وكل ما ده هيضايقك وانت جايه تشيليه وهيبقى كمان الالم اعلى. فكل ما تقصيه كل ما هيسهل عليك ان انت تشيليه، وتثبتي بقى ميعاد ثابت كده كل شهر بعد البيريود مثلا تشيل الشعر الزايد من المنطقه دي. ده هيحافظ جدا جدا على نظافتك الشخصيه، وفي نفس الوقت هيخليك تتعودي على الموضوع فهيبقى بالنسبه لك سهل. في اكتر من طريقه، ممكن مثلا انت تحوشي كده مع الوقت كل شهر من مصروفك وتجيبي جهاز زي اللي هو بتاع براون، في بيكون جاي معاه اكتر من راس، في راس اللي هي الشفره وفي راس بتشيل الشعر من الجدر. ايا كان يعني حاولي ان انت من دلوقتي كده تبتدي تهتمي بالتفاصيل دي، لان اي فلوس هتدفعيها في الحاجات دي هتقعد لك وهتقعد معاكي فتره طويله قوي. فانت لو ما فيش امكانيه مثلا ان اهلك يجيبوا لك، انت ابتدي حوشي وهاتي جهاز زي براون ده وشوفي ايه افضل طريقه انت مرتاحه عليها. في ناس بيحبوا اللي هي الراس اللي بتشيل الشعر من الجدر، في بيحبوا اللي هي زي الشيفنج بس يعني ما بتكونش مؤلمه وفي نفس الوقت مش بتعور، ما فيش احتمال 1% اصلا ان انت تعوري.
في بيفضلوا الطرق اللي هي التقليديه والسويت وكده، لو هتتحملي الم اوكي ممكن حتى تسالي مامتك وهي تبتدي تساعدك بانسب طريقه هي هتعرف مثلا تعملها لك او هتدلك عليها. المهم انه لازم الشعر يتشال من المنطقه دي. اما بالنسبه للمنطقه الثانيه وهي منطقه الاندر ارم، ودي بجد احلى حاجه ليها هي البراون والراس اللي هي بتشيل الشعر من الجدر، برضو هناخد بنفس الطريقه هنقص الشعر كده شويه عشان يبقى قصير نعرف نشيله على طول، وبالملاقيط بقى الصغيره دي يا دوب هتعملي كده هتلاقي كل الشعر الزايد طلع، وفي نفس الوقت لو دهنتي بعديها اي حاجه كده جل صبار او اي حاجه تهدي مش هيحصل اي التهابات في المنطقه دي، غير لما تعملي مثلا بحاجه زي السويت او الحاجات اللي هي الطرق التقليديه دي بتبقى مؤلمه اكتر وممكن كمان تعمل التهابات عشان بتشد الجلد في المنطقه دي وهو بيبقى حساس ومع العرق والكلام ده كله، فمش هتكون اريح حاجه بالنسبه لك. فانت ممكن تجيبي البراون وتستخدمي الراس اللي هي بيكون فيها الملاقيط، سهله وموجزه وسريعه وفي نفس الوقت هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. طيب من هنا لحد ما اجيبها مثلا خلاص انا حطيتها كده قدامي في لستة الطلبات او الاهداف او الحاجات اللي انا نفسي اجيبها، بس لحد ما اجيبها انا اتصرف ازاي او اعمل ايه؟ ممكن ان انت تستخدمي السويت بس مش هتفرديه على منطقه الاندر ارم وتبتدي ان انت تشيلي، هتاخدي حته صغيره خالص منه كده على الصباعين دول وتبتدي ان انت تلقطي الشعر من المنطقه دي، اريح واسهل بكتير، وهتلاقي اصلا وانت بتشدي كده بيطلع معاك، يعني الموضوع بيبقى سريع قوي مع التعود، وفي نفس الوقت انت بتطلعي الشعرايه مش بتحطي السويت على المنطقه دي وتشيلي فيشيل طبقه من سطح البشره فيحصل التهابات فبرضه تتضايقي وتتقفلي من الموضوع. هاتي حته السويت وخدي منها حاجه بسيطه خالص كده وفي صباعينك الاتنين دول وابتدي ان انت تشيلي من منطقه الاندر ارم، برضه هتحافظي على نظافتها جدا. ندخل بعد كده على منطقه الشنب، ودي بجد افضل طريقه ليها هي ان انت تستخدمي الفتله. اتعلمي وانت في البيت ازاي تعملي لنفسك، هتسهلي على نفسك قوي، احسن ما تروحي لاي كوافير، احسن ما تستني حد لازم يعمل لك، انت تعلمي بنفسك. ودلوقتي هقول لكم على طريقه سهله قوي، وممكن كمان اسيب لكم لينك الفيديو كنت عاملاه من حوالي سنتين كنت برضو بوريكم فيها الطريقه بالظبط، بس انا دلوقتي هوريها لكم في السريع عشان بجد الطريقه دي منجزه واسمك بتعملي لنفسك، فانت لو حتى قمتي كل يوم الصبح تعملي كده عادي ولا هيهمك لانه الموضوع سريع وانت في البيت وفي خصوصيه وكله تمام. بس طبعا احنا عايزين نشيل الشعر اللي في المنطقه دي من الجدر عشان ما يطلعش على طول او المنطقه دي تخضر لو عملتيها مثلا بالشفره او استخدمتي مثلا سويت او واكس او اي حاجه ممكن تكون مؤلمه وفي نفس الوقت ممكن المنطقه دي تحبب تخضر يحصل لك فيها التهابات، احنا في غنى عن كل ده. استخدمي الفتله اعمليها كده زي ما انا عاملاها، بصوا انا عامله الخيط ازاي وربطته بس يا دوب من اخره، وهبتدي بقى ان انا الف كده، انا ماسكه هنا كويس عشان حته الفتله دي ما تجيش في النص هتضايقنا وتعكسنا، فانت تفضلي ماسكاها كده من ناحيه كويس عشان ما تتزحلقش، وتفضلي بقى تلفي مثلا 20 لفه 15 لفه زي ما تحبي عادي، كل ما تلفي اكتر كل ما هتديكي نتيجه افضل وهتبقى اسهل كمان في الاستخدام. بعد كده هتبتدي ان انت تمشي كده وكده كده وكده، بص انا بفتح بايد بتقرص على الناحيه التانية، وبعدين انا مثلا الناحيه دي فابتدي ان انا اعمل كده هتقرص وتشيل الشعر كده 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 لحد ما تخلصي، سهله جدا 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 وسريعه جدا وشغاله بايديك الاتنين مش ربطها في حاجه او مقيده باي حاجه، بس الطريقه دي من احلى الطرق اللي هتشلك الشعر من منطقه الشنب. ممكن كمان لو انت في حاله ان انت حاولتي تدربي على الموضوع ده وما عرفتيش ولو انه سهل جربي انت بس مره على الثانيه هتلاقي نفسك بقيتي متمكنه وزي الفل. طيب افرض انا خلاص مش عارفه والفتله عامه مش بتريحني وعملت لي التهابات ومش مرتاحه عليها ومش شايفه ان هي افضل طريقه، ممكن مثلا تجيبي الاجهزه اللي هي بتاعه ازاله الشعر، مش بقى بتاعه ازاله شعر الجسم، لا هاتي حاجه بتبقى اصلا مخصصه للوش فبتبقى التفاصيل بتاعتها صغيره زي كده فبتقدر توصل لكل الاماكن، واستخدمي مثلا الراس اللي هي تشلك الشعر من الجدر اللي هي يعني هي بصي اصلا الجهاز كله على بعضه بيبقى قد ايه، بلاش الحاجات اللي بتقص خليكي في الحاجات اللي هي لو مشيتيها كده بتشيل الشعر من الجدر. في حاجه كمان في برضو يعني زي اداه كده بتتباع برضو في المحلات اللي هي فيها الحاجات التجميليه، برضو حاجه كده عامله زي مثلا ايه
عامله زي الاستك كده او زي السوسته، برضو اسمع ان هي بتشيل الشعر حلو قوي. ممكن احط لكم صورتها هنا، وانتوا اول ما تلاقوها هاتوها وجربوها. مهم لازم تلاقي طريقه تشيلي بيها الشعر من المنطقه دي وتشيليه من الجذر عشان ما يطلعش بسرعه ويبقى شكله مش الطف حاجه. في منطقه هو مش ضروري بصراحه ان هي تشال منها الشعر، بس عامه عشان هي ظاهره قوي طول الوقت اللي هي ايدينا، فلو حابه ان انت تشيلي منها الشعر الزايد ممكن ان انت تستخدمي الكولد واكس. ده بيبقى شمع بارد، فمفيش اي احتمال ان انت تلسعي ايديكي او تلهبيها او تضطري ان انت تجيبي جهاز شمع او السويت وتخشي في القصص ودي كلها. انت هاتي الشمع البارد ده، وهو بيبقى معاه الاداة دي، هتاخدي يا دوب حبة شمع كده صغيرين وتفرديهم على منطقة الايد، وبيبقى معاه برضو زي ايه، زي قماش كده او حاجة هو ده، بتحطيه وبتشيلي. دي طريقة. في طريقة تانية برضو عشان تخلص من الشعر الزايد في الايدين، عشان تبقى ظاهرة طول الوقت ومش حلو لو كان فيها الشعر كتير وكده، لانه ايديكي من اكتر الحاجات اللي بتعبر عن نظافتك وعن انوثتك يعني عامة، في يعني لما تكبري ان شاء الله. بس عامة الايدين مهمة قوي برضو ان احنا نشيل منها، من باب يعني ان احنا نهتم بنفسنا وبشكلنا. ممكن ان انت تستخدمي الشفرات. الشفرات بجد من اسهل واسرع الحاجات. ممكن تجيبوا الشفرات دي البينك او اللي هي الموف، الاتنين نفس الحاجة، بيبقى جاي معاها كده اكتر من راس. الفكره بقى ان هي مفيش احتمال ان هي تعورك، الشفره نفسها متكونش حاده قوي، فتقدري انت تشيلي بيها الشعر على طول كده بسهوله. وكمان بيبقى معاها زي جل كده بيخليها تتزحلق على الايد، فدي حلوه ومنجزه وعمليه وسريعه، ويا دوب بس هتمشي كده على الصوابع وعلى الايدين هتخلصي الموضوع في دقايق. السؤال الرابع، ليه بعرق كتير في السن ده؟ مبدئيا لازم نكون متفقين انه عادي جدا انك تعرقي في السن ده كتير، لانه اصلا نشاط الغدد العرقيه بيزيد قوي في مرحله البلوغ، فطبيعي ان انت هتلاقي نفسك بتعرقي دايما، خاصه كمان من منطقه الابط والوش. دايما هتلاقي نفسك في اي موقف تتحطي فيه توترتي ضغطتي تعبتي اي حاجه هتلاقي نفسك بتعرقي على طول. فمش مطلوب منك انت تعملي اي حاجه ولا تتعاملي مع الموضوع ده على ان هو حاجه غريبه او حاجه مش عاديه. كل عليك ان انت تعملي ان تحافظي على الشاور بتاعك دايما، مش بشكل يومي بس على الاقل، يعني ما تسيبيش نفسك فتره طويله من غير شاور، لانه الشاور اكتر حاجه هتحافظ على نظافتك وعلى ان ريحتك تكون حلوه، حتى لو كان بالميه بس ان انت بتغسلي بيه الاماكن دي. او ممكن تستخدمي مثلا شاور جل، حاجه بسيطه كده على الاماكن مثلا اللي بيزيد فيها افراز العرق زي منطقه الابط. وضروري ضروري ان انت تحافظي على ان انت تحطي مزيل رائحه العرق يوميا، كل يوم لازم تحطي وتجددي وتمسحي اللي فات وتحطي جديد على نظافة في المنطقة دي. دي اكتر حاجة هتحافظ على انه ما يطلعش منك ريحة ممكن تحطك بعد كده في موقف محرج. السؤال الخامس، ليه ظهر عندي حب شباب في السن ده؟ مبدئيا الموضوع ملهوش اي علاقة بنظافتك ولا بعدم اهتمامك بنفسك ولا باي حاجة من اللي ممكن تكون بتيجي في دماغك. يمكن لو في سن اكبر شوية نقول بسبب العك في الاكل، بسبب ان استخدمتي منتجات غلط، استخدمتي منتجات كتير، عامة بسبب التلوث. بس في السن ده اكتر من 90% من المراهقين او البنات في سن البلوغ بيجي لهم حب شباب، فده وضع طبيعي وعادي جدا. كل المطلوب منك تعمليه ان انت تتعاملي مع بشرتك بشكل عادي، تحافظي على نظافتك الشخصية وبس، ما تفكريش ان انت تعملي اي حاجة تانية، لان ممكن تكون تغير الهرمونات هي اللي مسببة الحبوب في الفترة دي، فمش مستاهلة ان احنا ندخل في قصة علاج ونروح لدكاترة ونهتم زيادة في حين ان هي هتروح لوحدها، يعني هي فترة وهتعدي وخلاص. لو المشكلة بقى استمرت معانا وحب الشباب ابتدى ان هو يظهر اكتر ويزيد معانا، وقتها بقى ممكن نروح نستشير دكتور ويكتب لنا على اكتر حاجة مناسبة لينا في الوقت ده. لكن عادي جدا شباب كتير وبنات كتير وكلنا في سن صغير كده جالنا حب الشباب في مرحلة البلوغ، وبعد كده كانت فترة وراحت لحالها. السؤال السادس، وده من اكتر الاسئله المحرجه لينا كبنات ومنبقاش عارفين نكلم مين ونسال مين ومش عارفين في نفس الوقت نعمل ايه، وهو امتى البس حماله صدر؟ امتى البس برو؟ في السن ده طبعا المنطقه دي بتبتدي تنمو وتكبر وبيظهر تفاصيلها، فانت كل ما تكوني لابسه برو كل ما هتكوني مرتاحه، كل ما هتكوني واثقه في نفسك انه مفيش اي حاجه باينه كده ولا كده، فهتكوني عامه يعني مرتاحه لفكره ان انت لابسه حاجه زي كده. انت لما تشوفي المنطقه دي ابتدت ان هي تتغير وتكبر، هتطلبي من مامتك ان هي تاخدك وتروحي تجيبي برو واحد بس هاتيه، لو ريحك
ابتدي ان انت هاتي واحد تاني خليه عندك ستيب، بحيث لو واحد بيتغسل يبقى انت معاكي واحد تاني تخرجي بيه. هو بيكون شكله قريب من كده قوي، مش عارفه الاسود ده باين تفاصيله ولا لا، بس هو يعني متحدد كده من عند المنطقه دي، بس بيكون متبطن. يعني ده مش متبطن، ده سبورتس برو، فهو مش متبطن، هو بس بيمسك المنطقه دي لكن مش بيداري تفاصيلها. فاللي انت محتاجاه في السن ده حاجه تداري التفاصيل دي وفي نفس الوقت تكون مريحه. مش هندخل بقى في قصه البرا ومقاساته ومن فوق ومن تحت، القصه دي انت بغنى عنها. البرا ده زيه زي بتاع الاطفال بالظبط، وبيكون ببطانه مريح وبيشد المنطقه دي بيمسكها مش بيغير فيها. يعني في حاجات بتبقى اللي هي البوش اب، الحاجات اللي هي بترفع، والحاجات اللي هي بتضم، والحاجات اللي احنا بغنى عنها اصلا في السن ده. انت مش محتاجه اكتر من برا شكله شبه ده كده بالظبط بس ببطانه. بيبقى سهل بقى، بيبقى المقاسات كمان بتاعت سمول ميديوم لارج، الحاجات دي بتجيبي بقى، فبيبقى سهل قوي في ان انت تجيبيه وتعرفي مقاسك المناسب فيه، وفي نفس الوقت بيبقى مريح معاكي جدا. هنعمل ده امتى؟ هنعمل لما نلاقي المنطقه دي ابتدت تظهر، ابتدت ان هي تتحرك واحنا ماشيين واحنا بنجري ابتدت تظهر تفاصيلها، فما بقيناش عارفين نلبس كل اللبس اللي عندنا واحنا مرتاحين. في الوقت ده بقى اسألي مامتك او اطلبي منها ان انت تنزلي تشتري برا. السؤال اللي بعد كده، امتى بتجيلي الدورة الشهرية؟ مبدئيا هي بتبقى في نفس السن بتاع البلوغ ده، من 9 ل 13 سنة. ممكن بعض الحالات تجيلها قبل كده او بعد كده، عادي جدا. فهي هتجيلك في السن ده، بس عامة ما تقارنيش نفسك بحد، ولا بصحابك ولا بقرايبك ولا باختك ولا باي حد في المحيط بتاعك. ما تقارنيش نفسك باللي حواليكي ان هي جات لهم او لا، او ان انت جات لك قبلهم، لان الموضوع ده كان عامل لي عقده. اول مره جات لي فيها البريود كنت وقتها كانوا اصحابي الانتيم اتنين توام، والاتنين ما جات لهمش، انا كانت جات لي قبليهم، فكنت حاسه اللي هو ايه، انا كبرت بقى ومبقتش طفله كده وبقيت مختلفه عنهم، وهم في نفس الوقت برضو كانوا متضايقين ان هي ما جات لهمش، ان انا جات لي انا الاول. فاحنا عامة سواء جاتلك او ما جاتلكيش عادي، ده وضع طبيعي عادي، ده ولا يزيدك في شيء ولا ينقص منك شيء لو ما جاتش او اتأخرت، ده ما يعيبكيش في اي حاجة، فما تحطيش في دماغك خالص. اهم حاجة تعمليها في الفترة دي ان انت هتهتمي طبعا بنظافة المنطقة دي، بنظافتك الشخصية بشكل عام، وكلمنا قبل كده في فيديوز كتير جدا عن تفاصيل الموضوع ده، ممكن تبقوا تدخلوا على البلاي ليست اللي فيها النظافة الشخصية هتلاقوا اتكلمنا في كل التفاصيل دي. اهم حاجة ان انت تختاري نوع فوطة صحية تكون مريحة ليكي وتكون ناعمة كده على المنطقة دي، وتغيريها دايما باستمرار، ما تسيبهاش لحد ما تتملي، وتعاملي مع الموضوع عادي جدا. هما 3 4 5 7 ايام في الشهر عادي بيمر علينا كلنا كبنات وكستات، بالعكس انت كده دخلتي في مرحلة جديدة خالص من حياتك، فتعاملي مع الموضوع لان هو عادي جدا. السؤال الثامن، عندي افرازات دايما بلاقيها كل مره ادخل التويلت، الاقي في الملابس الداخليه بتاعتي في افرازات لونها على ابيض كده او على اصفر. مبدئيا برضو دي حاجه عاديه وطبيعيه جدا في السن ده، في سن البلوغ، فتعاملي معاها على اساس انه الجسم بينظف المنطقه دي وفي نفس الوقت بيحافظ عليها مترطبه. طول ما المنطقه دي ملهاش ريحه قويه، ملهاش يعتبر لون غير اللي هو لون ابيض او مايل شويه على الصفار، فانت متقلقيش من اي حاجه. تقلقي وقت ما يظهر لها ريحه وحشه، تحسي مثلا بحكه في المنطقه دي عايز تهرش فيها، انا مش مرتاحه، على طول المنطقه دي مبلوله من الافرازات، وقتها بقى ممكن ان تسالي مامتك على الموضوع ده، وهي وقتها تتصرف، يا اما هتقولك تعملي ايه، يا اما هتاخدك لدكتوره مثلا تشوف سبب الافرازات دي ايه. بس الافرازات دي عشان تحافظ على المنطقه دي مترطبه وتحافظ كمان على نظافتها. لو الموضوع مضايقك قوي وعايزه وانت خارجه كده نازله المدرسه مثلا او نازله اي مشوار تكوني مرتاحه، هاتوا الفوط اللي هي اليوميه، ولا هتضايقك ولا هتحسي بيها اصلا. العلبه دي فيها 24 بانتي لاينرز، وفي حدود الحاجه و20 جنيه مثلا، او يعني حاجه و30 جنيه، وهتقعد معاكي فتره طويله، وحلوه قوي ومريحه قوي، وهتحسسك بالثقه كده وان المنطقه دي مش مبلوله، فتقدري ان انت تخرجي براحتك. السؤال التاسع، امتى ابتدي اهتم بنفسي؟ عايزه اقولك اهتمي من دلوقتي، لانه على سن ال 18 ممكن يبتدي يظهر تجاعيد، فاحنا عايزين ناخر الموضوع ده على قد ما نقدر، وعايزين بشرتنا تفضل على طول صافيه وكلها شباب. وانت مش محتاجه اصلا في السن ده غير 3 حاجات بس، اي غسول مناسب لنوع بشرتك، وكريم مرطب وواقي من اشعه الشمس الضاره.
فقط لا غير. ده كده السكين كير روتين بتاعك، مفيش احلى منه ولا اجمل منه في السن ده، ومش محتاجه اصلا اكتر منه. فضروري ان انت تبتدي تهتم بنفسك من سن صغير. كل ما هتبتدي ان انت تهتم بنفسك من سن صغير، كل ما هتتعودي على الموضوع هيبقى بالنسبه لك حاجه عاديه وبتعمليها بتلقائيه وبسهوله، وفي نفس الوقت هتحافظي على شباب بشرتك الى اطول فتره ممكنه. اخر سؤال، وهو انا جسمي هيفضل يتغير كده لحد امتى؟ في سن البلوغ الجسم بيتغير، وبيكون التغير ده بشكل سريع جدا، بيسموها كده علميا اللي هو طفره النمو، لانه الجسم بيتغير قوي وبشكل سريع، اللي هو انت مش لاقي فجاه كده طولتي، فجاه كده بقيت حاجه تانية، فجاه كده ظهر عندك امكانيات وحركات، فاللي هو ايوه هيفضل التغيير ده كده يحصل لحد امتى. التغيير ده بيحصل من سن 9 ل 11 سنة، وممكن يستمر معاكي لحد 18 سنة، ممكن ناس تزيد عن ده او تقل عن ده، بس هو عامة ده الرينج اللي فيه الجسم بيفضل يتغير لحد بقى ما تاخدي الشيب بتاع جسمك، هو ده اللي هيفضل بقى مكمل معاكي سنين طويلة. فدي مش حاجة مقلقة، مش حاجة مزعجة، مش حاجة اي حاجة، انتي سيبي نفسك كده عادي تكبري زي ما تكبري، مفيش اي مشكلة خالص. لانه اوقات البنات بتحسبها انا اطول من صحابي كلهم، انا اتخن، انا ارفع، تحسبهاش، مقارنيش نفسك باي حد، كلنا بتمر علينا التغيرات دي، ودي حاجة طبيعية جدا جدا، فمش المفروض ان احنا نعملها ازمة. سيبي جسمك يتغير، وهيجي عند سنه هيقف، يعني هيقف، هيقف النمو بتاع جسمك، هيقف الطول، هيقف يعني هيقف، فما تحطيش في دماغك اي حاجة من الكلام ده. بس كده انا بجد استمتعت قوي معاكم بفيديو النهاردة، وكان نفسي وانا صغيرة حد يجاوب على الاسئلة دي، بدل ما كان كل سؤال بروح اسأله وانا محرجة، وفي اسئلة كتير ما سألتهاش اصلا من احراجي. فمش عايزاكم تتحرجوا من اي حاجة ولا تتكسفوا من اي حاجة، سيبولي تحت في التعليقات كل اسئلتكم وكل تعليقاتكم وكل الافكار اللي انتوا حابين ان احنا نعملها مع بعض ان شاء الله في الفيديوز اللي جاية، وانا ان شاء الله هجاوب عليكم وهنفذ كل الحاجات اللي انتوا نفسكم ان احنا نتكلم فيها في اقرب وقت. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، بحبكم جدا جدا بنوتاتي حبيباتي صغيراتي، واشوفكم ان شاء الله في